عبد الله سم، سمعت قصة العمارة 60 دور؟ 60 دور؟ وش قصة العمارة 60 دور؟ تعال أقول لك قصة العمارة 60 دور. قصة العمارة 60 دور، في 2 شباب من الأرياف راحوا للمدينة يشتغلون، فبدأوا يدوروا لهم عن سكن يكون مناسب وقريب من موقعهم ويكون رخيص شوي. فحصلوا لهم غرفة على سطح عمارة، العمارة 60 دور طبعا، واخذوا الغرفة عشان سعرها مناسب ومكانها موقعها قريب من عملهم، واللي هون عليهم في 60 دور هذه ان فيها مصعد. طبعا قال لهم صاحب العمارة المصعد بعد الساعة 12 في الليل حيقفل. قالوا ما في مشكلة. راحت الايام وجت الايام وحدث ما لم يكن في الحسبان، جو من الدوام متأخرين فحصل المصعد مقفل. فقال واحد لزميله نطلع 60 دور مع الدرج؟ قال خويي مو احسن من بات في الشارع، ولكن تعال نتفق اتفاق حيث ان احنا نطلع 60 دور وما نحس فيها. اول 20 دور ناخذها ضحك وسواليف وطقطقه. قال له صاحبه تم. قال 20 دور الثانيه نقول فيها قصه طويله بحيث ان احنا ما نحس بالوقت. وال20 دور الاخيره قصة حزينة عشان نخرج من جو الضحك والوناسة والقصة الطويلة. طبعا نفذوا اللي اتفقوا عليه ووصلوا سطح العمارة. فقال واحد لخويه بقول لك حاجة ما هي كويسة وحتنكد عليك. قال له ايش هي؟ قال احنا نسينا المفتاح تحت. طبعا القصة هي مثال عن عمرك، بارك الله فيك. اول 20 سنة تقضيها لعب وضحك ووناسة وفرفشة وانت غافل وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. 20 سنة الثانية هي القصة الطويلة، يبغى يتزوج، يبغى يبني بيت، يبغى يخلف عيال، العيال حتكبر تروح المدرسة وشغلة طويلة. 20 سنة الأخيرة هي القصة الحزينة، النظر يضعف، الركب بدأت تهتري ولا تقدر تشيله، الظهر انحنى يا الله السلامة، ومحتاج يروح للدكتور ولا يقدر يصلي في المسجد، وما زال غافل وبعيد عن الله سبحانه وتعالى، وما تلاقي نفسك إلا وصلت آخر عمرك. وفجأة انسحب البساط، وين المفتاح؟ وين لا إله إلا الله؟ وين العبادة؟ وين عملك الصالح؟ وينك من كلام الله سبحانه وتعالى إذ قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون؟ اعلم أخي إنما تزرعه اليوم ستحصده غدا، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فبادر أخي الكريم بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تغادر هذه الحياة. الدنيا زائلة ونعيمها زائف، يا غافلا عن العمل وغره طول الأمل، وقد مضى في غفلة حتى دنا منه الأجل. الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فبادر أخي بالتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى قبل أن تغادر. يا من بدنيا اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل.